هو المعتصم بأكمله، هم المعتصمين في أي خطوة وأي مستجد كان داولوا فيه. والحمد لله تناول ديال الأفكار والرؤى متقاربة، وغياب الحسابات السياسية الضيقة كتخلينا نخرجوا قرار في دقيقتين أو ثلاثة. إذن من بين خطوات النضال، نحن كما قال الحاج، نحن معتصمون مكرهين لأبطال الاعتصام تفرض علينا التعنت ديال 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 السلطة الإقليمية. نحن مستعدين في سبيل المصلحة ديال هذه المدينة، في سبيل إرجاع الهيبة للمؤسسة الدستورية ننتمي لها، أننا نأخذ كافة أشكال النضال. هذا الشيء راه مسطر في البيان، وأقصى ما يمكن أننا نديروا قطيعة مع التمثيلية اللي بالطبع قدموا استقالات ونعتذروا الهيئة الناخبة على إلى تمنا نقدموا استقالة، لأننا إذا كنا غنبقاو داخل مؤسسة دستورية مهمشة، كنقولش مهمشين، حنا يحسب لنا ألف حساب، مكونة المعتصم يحسب لها ألف حساب، ولكن المؤسسة مهمشة. ديك تعود الشيء اللي قال الحاج ما نعاودش نعاودو، تعود السلطة كدير اللي بغات. إذن كاين واحد ميزان القوى مختلف، ما كاينش واحد ميزان القوى متقارب. إذن حنا ما رضيناش وما غرضوش لنفوسنا. إذن حنا راه نمشيو تحويل الاعتصام للعمل، نمشيو الاستقالة، نمشيو المسيرة، نمشي قدام الأنبار، نستدعيو الهيئات الوطنية، نتصلوا بالحكومة، نتصلوا بالوزارة، جميع الأشكال اللي غيشوفوها الإخوان داخل المعتصم أنها صالحة في هذاك الوقت راح نغادروا. لأساسي وهذا بصدق الإخوان هو أن الهاجس الكبير هو مصلحة هذه المدينة.